قام وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية برج بوعريج، أين عاين مختلف المرافق الخاصة بالقطاع على مستوى الولاية. وقد أكد الوزير على هامش هذه الزيارة أن الدولة تصر على توفير التأطير لكل المشاريع التي يتم إنجازها، مستشهدا في ذلك على تواجد أكثر من 13 كلية للطب عبر الوطن، كما أقر بوجود عجز في التأطير فيما يتعلق بالشبه الطبي سيتم تداركه في السنوات المقبلة. أما فيما يخص المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في طب العظام والتي طالت الأشغال بها وكلفت الدولة مبلغا ماليا فاق 40 مليار دينار، فقد صرح الوزير أنه لا يمكن استلامها حاليا ما دامت الأشغال بها جارية، موضحا أن الغلاف المالي المخصص للتجهيزات الخاصة بالمستشفى قد اعتمد من طرف الحكومة، غير أنه لا يمكن استلامه طبقا للقوانين كون الأشغال جارية به. أنا نعطيكم إن شاء الله موعد نهار المستشفى يكون جاهز. لازم عندنا قانون اللي يطبق على الجميع، وهو كيفاه نشريو الأجهزة وكيفاه دوك هذه الصفقات العمومية، لازم احنا نطبقوا القانون، لكن لازم نكونوا مستعدين ومجهزين لكي هذه المؤسسة إن شاء الله تدخل في العمل غير يخلصوا فيها الأشغال.